دكتور رشا الجندي الخبيرة النفسية لبرنامج كابيتال مصر كملت في تقديم محاضرات وجلسات التدريب النفسي للعيبة، وجلسة النهاردة كانت بعنوان صندوق الفضفضة. زي ما سمتها دكتورة رشا، جلسة الهدف منها إن كل اللعيبة تتكلم عن أكتر حاجة مزعلاهم أو شغلاهم من غير أي قيود، ومن غير ما حد يعرف مين اللي كاتب فضفضة مشاعر من غير أسامي. لعيبة كتير استجابت للهدف من الجلسة وعبرت عن مشاعرها بحرية. أنا قلت لحضراتكم كلكم إن اللي عنده أي حاجة مضايقاه أو اللي عايز يعبر عن أحاسيس جواه أو عاوز يسأل أي سؤال، عملنا الصندوق ده اسمه صندوق الفضفضة. أنتوا كاتبين، أبص فيه كده أهو، كاتبين هنا حاجات كتيرة هنقولها ونجاوب عليها، بس مش كاتبين أسامينا عليها عشان تقدر تكتب براحتك. الكلام ده طول المعسكر، بس أنا عايزة بقى إيه يعني شوية نفرفش مع بعض كده عشان شايفاكم شوية قافلين. طب تحبوا تغنوا؟ تحبوا نغني مع بعض؟ إيه رأيكم؟ أنت بتحب الغنى؟ في دلوقتي بعد ما نغني دي مع بعض؟ بيعجبكوا صوته؟ حاضر. طب تعالى جنبي بقى، تعال تعال يا شباب، نمنع الصوت، اطلع هنا على البنش. احنا نغني مع بعض الاول كلنا، وبعدين هو يغني لوحده، بس لازم نشجعه ونغني مع بعض. هنقول حاجه كده خفيفه هتقولوها ورايا. التحدي الكبير ازاي علم النفس العميق بأبعاده المختلفة هيوصل لولاد في السن ده وبطريقة يحبوه ما يبقوش عايزين يقوموا من المحاضرة. كان لازم انزل لسنهم، كنت مراعية ده كويس جدا، ان هم يحسوا ان احنا كأننا في البيت، وان انا استخدم طرق تكون محببة ليهم مش بطريقة ان انا قاعدة بشرح لهم كلام نظري. يعني زيادة يديني مشكلة في اللي في الصندوق هقراها ونحلها مع بعض، تمام؟ يلا يا زياد، ادي زميلك وهو يديك. أول حاجة زميلكو كاتب: أنا كنت رايح نادي كبير وحصل حريق كبير وأنا رايح في الطريق، ومن يومها وأنا بكره الكورة. حد عايز يرد عليه؟ أنا بشوف ان دي حاجة بيتهيأ لك، والدليل على كده ان انت موجود النهاردة معنا في البرنامج. لو انت كرهت الكورة، ركز معايا كابتن زياد، لو هو بيكره الكورة هيشترك في البرنامج؟ وجوده هنا معناه ايه؟ ان هو هيستمر في الكورة، بيحب الكورة، ان هو موجود. بس دكتور رشا استغلت جلسة الفضفضة في حاجة تانية جنب ان اللعيبة تعبر عن مشاعرها، وهي انها تشتغل على تعديل سلوك واحد من اللعيبة زياد، اللي كان ظهر لكل الموجودين مشاغبته الكتير وافتعاله للمشاكل في المعسكر. النهاردة لاحظت في المحاضرة زياد قد إيه هو مشاغب، بياخد كل حاجة بيحولها لضحك وهزار، ما عندوش جدية خالص في أي كلام بنقوله حتى لو كان بجدية. سلوك زياد كان ظاهر حتى لمدربه شادي محمد، مدرب فريق صالح سليم، واللي حاول يعالج الموضوع بطريقته. أنا اخترتك رغم أن أنا ما بحبش أظلم حد، وأنت لعيب كويس، وكنت حديك النهاردة بتكلم كتير جداً لاحترام الملعب. أنا بكلمك فحنجيك المرة دي
وحبيت اقول لك الكلام ده قدام الكاميرا، فهتكمل معايا عشان حاجه واحده بس، عشان تبقى قرصه ودن اشوف واحد تاني من بكره. اللعيبه في المعسكر كانت كتير بتقابل تصرفات زياد بالتجاهل، وده اللي ما كانتش دكتوره رشا متفقه معاه. دايما الناس في الحالات اللي زي زياد دي، علم النفس والعلماء يعني مدرستين، مدرسه تقول لك تجاهله علشان هو بيعمل كده عشان يلفت الانتباه، فلما نتجاهله هو هيبقى ايه؟ هيبقى للاحسن يعني، مش هيعمل كده. انا ضد المدرسه دي، لان احنا ممكن لو تجاهلناه يزيد او يتضايق ويتحول للعكس خالص، يبقى منطوي. الخبيره النفسيه قررت تجرب طريقه تانية ونحلها مع بعض. انا مع مدرسه اللي عملتها النهارده، اني جبته اديته دور قيادي زي ما حضراتكم شفتوا، بس يبدو ان الطريقه دي ما حققتش كل المطلوب منها. انا زعلانه من زياد، انا طلعته هنا يقعد كقائد وهو عمال بيضحك على مشاعر الناس، فاسمح لي ان حضرتك تتفضل وحاول تظبط الموضوع ده وانا هجيبك تاني. اتفضل. مين يحب يكون قد المسؤولية دي؟ تعال. دكتورة رشا استمرت في المحاولة وشافت إن لقاء منفرد مع زياد ممكن يكون هو الحل. زياد عامل ايه؟ طب انا عايز اعرف يا زياد، انا جايه لك مخصوص علشان انا واخده على خاطري منك شويه. ليه؟ انا كبرتك النهارده في المحاضره. دي يقول لي حاجه لو ما ضحكتش هيفضل يقول لي على طول، لكن لو اخدت المواضيع ببساطه ما يعني انت بتعمل كده علشان اللي قدامك لما يقول لك حاجه انت لما تضحك يعني ما تخلوش يقولها بزياده، فانت بتحس ان هم بيرخموا بزياده يعني، فانت بتعمل ده علشان ان هم يوقفوا. طيب ده مع اللي قال لك كده، انا مثلا ذنبي ايه؟ ان انا اديتك مسؤوليه. كان مين اهم في المحاضره؟ الصندوق ومشاكل الناس ولا اللي قال لك كلمه؟ لا الصندوق طبعا. طيب انت عرفت بقى انا رجعتك ليه؟ عشان انا كنت بضحك واهزر. طب وده لما نعمله تاني؟ لا هيبقى ايه؟ مش هضحك ان شاء الله. اكيد. هبعد المسؤوليه. كان لازم اكتشف هو ليه بيعمل كده واسمع منه هو شخصيا، فسالته ليه بيعمل كده وليه عمل كده في المحاضره، فقال لي انه هو الطبيعي بتاعه بيعمل كده علشان اصحابه او الناس اللي حواليه بيقعدوا يسمعوه كلام ده بيضايقه وهو حساس وبيتاثر بيه، فهو عنده قناعة إن لو هو اتضايق للكلام ده أو خده بجدية أو اداه اهتمام أو ما بقاش بيضحك وبيهزر، الناس هيزيدوا في كلامهم، لكن لما بيضحك وبيهزر بيحسس اللي حواليه إن الكلام مش مؤثر فيه. ودي وجهة نظر مهمة جدا، لأن اللي بيحسوا بيه الولاد في السن ده ممكن ما يخطرش على بال الكبار، ممكن إحنا ما نتوقعوش، فمش بكل حاجة بيكون هدفها أو سببها استهتار أو حاجة وحشة. في المحاضرة دكتورة رشا لاحظت كمان لعيب تاني شخصيته يمكن تكون عكس زياد تماماً. وبكره الناس اللي بترخم عليا، عشان كده بحب أكون لوحدي. طبعاً في ناس كتيرة بتحس كده، في شباب كتير وبنات كتير كمان في سنكم أو أكبر منكم أو أصغر منكم بيحسوا الأحاسيس دي، بس لما بياخدوا نفسهم بالتدريج وبيحاولوا يدخلوا نفسهم في حاجات جماعية زي اللي حضراتكم فيه دلوقتي، اللعبة اللي انتوا فيها دي لعبة فردية ولا لعبة جماعية؟ جماعية. فبالتدريج هتلاقي نفسك الشعور ده بيتغير، لأن انت جوه فريق. انت جوه ايه؟ فريق. فما تضغطش على نفسك قوي وما تخافش من شعورك، ده طبيعي. إن شاء الله ممكن تكون أصدقاء في الفريق ده وشعورك ده يختفي، أنت مش عارف. أدهم
لاعب فريق على بوجريشا اللي كان باين عليه انه بيقعد لوحده على طول. المشكلة صح؟ اه انا كتبت. انا حسيت ان انت ما طلعتش معاهم ليه؟ مش عارف، كنت عايز اتكلم مع حضرتك. طب قول لي عايز تقول لي. كنت اللي هو انا كتبت اللي انا بحب اكون قاعد لوحدي عشان الناس اللي بره بترخم. طب ما يمكن هم عشان شايفينك انت قاعد لوحدك فعايزين كده ان هم يفرفشوك يضحكوا معاك عشان تندمج معاهم وتلعب معاهم. ممكن. طيب هما بس بيهزروا معاك على فكرة، هما مش بيقصدوا حاجة. شفت في المحاضرة هما قعدوا برضو يهزروا ويضحكوا ومش عارف ايه، هما مش قصدهم حاجة، هما من جواهم بيبقوا كويسين. ما هو انت هنا هتقابل كل الناس، هتلاقي ناس شبهك وناس مش شبهك، وانت مش شرط بقى تتعامل مع اللي شبهك بالظبط. ايوه. لما رحت اتكلمت معاه وسألته انت ليه قاعد لوحدك، لقيته ان هو لحد دلوقتي مش عارف يتأقلم مع الولاد اللي موجودين، مش عارف يكون صداقات، حاسس ان هو مختلف. ممكن هو في مدارس مختلف عنهم، بيئه مختلف عن اللي معاه مثلا في نفس الاوضه، وده طبيعي في المعسكرات احنا عاملين حسابه. فبالتالي كان لازم يبقى ليا دور معاه ان ازاي هدمجه في وسط الناس، وطبعا ده مش هيجي بين يوم وليله، هيجي بالتدريج. انت شفت زياد؟ عارفه؟ اللي هو شعره طويل. ليه شعره طويل؟ اتعاملت معاه قبل كده؟ لا مش كتير، يعني اتكلمت معاه بس كده شويه بس، مش متعاملتش معاه كتير. طب هو ضايقك رخم عليك ولا عادي انت بتحس ان دمه خفيف؟ عادي، يعني مش بتكلم معاه كتير قوي اللي انا احس اللي هو بيعمل ايه بس. بعد كلام مع ادهم اللي بيقابل صعوبه في التاقلم وتكوين صداقات، دكتور رشا وصلت لفكره ممكن يشترك فيها الاثنين، زياد وأدهم. بس أنا عايزة أقول لك حاجة، أنا بحس إن أنت طيب، ولاحظت إن أنت بتحب الناس، وإن أنت بتحب تساعد الناس، وإن أنت بتحب الهزار والضحك، ودي حاجة حلوة مش وحشة بس نستخدمها في وقتها. بس إن أنت طيب وإن أنت بتحب تساعد الناس، ده اللي خلاني أنا إيه؟ تختارين أقدك، علشان أنت هتساعد معايا زمايلك دول. فلما هم بقى يشوفوك أنت اللي المفروض تساعدهم، يشوفوك أنت قاعد تضحك عليهم، هما بقى يحسوا ايه؟ يبقى احنا بنزود عندهم المشكله ولا بنساعدهم؟ لا بنزود. بنزود. طيب في ولد زميلك اسمه ادهم، انت شفت ادهم اللي هو بيحب ايه؟ انه يقعد لوحده كده. انه يقعد لوحده. انا ما طلبت، مش هطلب من اي حد خالص ان حد يساعد ادهم غيرك انت. عايزاك انت تهتم بادهم، وان انت ما تسيبوش هو اللي يجي لك يقول لك تعالى اقعد معايا ولا تعالى نلعب سوا، لا انت تهتم بيه. ادهم ده مسؤوليتك، امانه. اشوف ادهم اشوفك، تهتم بيه وتخليه يندمج كده في وسطينا. انا عايزه ادهم المره الجايه يبقى قاعد معاك على الصندوق بيحل مشاكل الناس. انت وادهم المره الجايه انتوا اللي هتلموا من زمايلكم المشاكل بتاعتهم، وانتوا اللي هتقروها وهتدوني، وعايزه ادهم معاك في كل حاجه. مش عايزه من هنا ليومين تاني اجي الاقي ادهم قاعد لوحده. عايزاك ايه؟ تشتغل على ادهم شويه. ادهم مسؤوليه مين دلوقتي؟ انا. مسؤوليتك. هشوف بقى اليومين الجايين دول يا زياد، انت هتكبرني زي ما انا بكبرك، وهتعمل لي حاجه كويسه وتفرحني زي ما انا بعمل لك حاجه كويسه وافرحك، ولا لا؟ وعد. ماشي، واحفظ الاغنيه عشان نغنيها مع بعض المره الجايه. يلا باي باي. اتاكدت ان التكنيك اللي انا حطاه في مشكلتين بتوع زياد وادهم ماشي صح. من كل مره كنت بشوف فيها زياد مع ادهم، كنت بشوف قد ايه زياد حاسس بالمسؤوليه تجاه ادهم. لما كان يشوفني قاعده الاقيه يجي يسال عنه، انا مش لاقيه، هو فين؟ هو شفتي ادهم راح فين؟ هو ادهم كان هنا. فانبسطت جدا من الموضوع ده، وفعلا هم كونوا صداقه مع بعض، وشخصياتهم هم الاثنين اتغيرت، واتاكدت ان الخطوات اللي حطيتها ليهم كانت هي الخطوات الناجحه ليهم.